تشرفت بحضوري المنتدى الإعلامي العربي اليوم في دورته 17. المنتدى كان جميل جدا، حيث لم العديد من الورش التعليمية والمحاضرات والندوات التي ألقاها العديد من الخبراء في المجال الإعلامي والسياسي. زيارتي لهذا المنتدى أضاف لي الكثير، حيث أنه سلط الضوء على العديد من الدراسات المهمة في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، كوني أنا خريجة علاقات عامة، تعلمت كيف أبني العلاقات العامة مع الناس من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية. في النهاية أتمنى من جميع خريجي المجال الإعلامي أو موظفين المجال الإعلامي المشاركة في الدورات القادمة، لأن بالأكيد راح أضيف لهم شيء يستفيدون منه.